এসো কোরআনের আঙিনায়, এসো শান্তির মোহনায়। জীবনকে রাঙাতে ফুলে ফুলে সাজাতে আল্লাহর প্রেম সুধা নিয়ে এলো। পিএইচপি কোরআনের আলো, পিএইচপি। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। আমি শাহ ইফতেখার তারিক আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি পিএইচপি কোরআনের আলো প্রতিভার সন্ধানে 2024-এর ফিরে দেখার তৃতীয় পর্বে। প্রিয় দর্শক, এবারের অনুষ্ঠানটি ভিন্ন আঙ্গিকে উপস্থাপিত হয়েছে আপনাদের সামনে। দেশের গণ্ডি পেরিয়ে আমরা চলে গিয়েছিলাম সংযুক্ত আরব আমিরাতে, কখনো শারজার মরুদ্যানে, কখনো বা দুবাইয়ের ক্রুজ শিপের উপরে। আমরা পিএইচপি কোরআনের আলো প্রতিভার সন্ধানে 2024-কে মঞ্চায়িত করেছে। এবারের আয়োজনে দেশের মেধাবী প্রতিযোগীদের পাশাপাশি বিশ্বের বিভিন্ন দেশের প্রতিযোগীদেরকে অংশ নেওয়ার সুযোগ করে দেওয়া হয়েছিল। তাদের চমৎকার পারফরমেন্সে আমরা মুগ্ধ হয়েছি, তাদের তিলাওয়াত আমাদের হৃদয়কে তৃপ্ত করেছে। প্রথমেই আমরা শুনব যুদ্ধবিধ্বস্ত সিরিয়ার প্রতিযোগী হাফিজ মুহান্নাদ সাফওয়ানের তিলাওয়াত। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني
كل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. এতক্ষণ আমরা শুনছিলাম সিরিয়ার মেধাবী প্রতিযোগী হাফিজ মুহান্নাদ সাফওয়ানের তিলাওয়াত। প্রিয় দর্শক, এবারে আমরা শুনব বাংলাদেশের প্রতিযোগী মুন্সীগঞ্জের হাফিজ ইব্রাহিম শেখের চমৎকার তিলাওয়াত। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم
كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. প্রিয় দর্শক, পিএইচপি কোরআনের আলো প্রতিভার সন্ধানে 2024 ফিরে দেখার তৃতীয় পর্বে আমরা শুনছিলাম মুন্সিগঞ্জের প্রতিযোগী হাফেজ ইব্রাহিম শেখের চমৎকার তিলাওয়াত। আমরা তিলাওয়াত শুনব বাংলাদেশের হবিগঞ্জের প্রতিযোগী মাহদী হাসান তামিমের তিলাওয়াত। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম بسم الله الرحمن الرحيم احشر الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأغويناكم إنا كنا غاوين فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون إنا كذلك نفعل بالمجرمين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين
أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم. আমরা তেলাওয়াত শুনছিলাম মাহদী হাসান তামিমের হবিগঞ্জের প্রতিযোগী। প্রিয় দর্শক, এবারে আমরা তেলাওয়াত শুনব মিশরের একজন মেধাবী প্রতিযোগী কারিমের, হাফিজ কারিমের তেলাওয়াত আমরা এবারে শুনব ইনশাআল্লাহ। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هيّن ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. প্রিয় দর্শক, আমরা কারিমের তেলাওয়াত শুনছিলাম, চমৎকার তেলাওয়াত। আমরা শুনবো নোয়াখালীর প্রতিযোগী আব্রার আল কারিমের তেলাওয়াত। আমার হৃদয়ের সুলতান আব্রার আল কারিমের তেলাওয়াত শুনবো এবারে। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম بسم الله الرحمن الرحيم إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي
وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون وهو الذي أخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون প্রিয় দর্শক, আমরা আবরার আল করিমের কণ্ঠে চমৎকার তিলাওয়াত শুনছিলাম। এবারে শুনব ইথিওপিয়ার প্রতিযোগী আব্দুল্লাহ খালিফ রশিদের কণ্ঠে চমৎকার তিলাওয়াত। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম ওয়া মা খালাকনাস সামাআ ওয়াল আরদা ওয়া মা বাইনাহুমা বাতিলা ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه
أواب إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق ولقد فتن سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب প্রিয় দর্শক আমরা চমৎকার তেলাওয়াত শুনছিলাম প্রিয় দর্শক এই পর্যায়ে আমরা তেলাওয়াত শুনব পাকিস্তানের প্রতিযোগী আপনাদের নিশ্চয়ই মনে আছে সৈয়দ হাম্মাদুল হাসান শাহর কথা সেই সৈয়দ হাম্মাদুল হাসান শাহর তেলাওয়াত এবারে আমরা শুনব ইনশাআল্লাহ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد
لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أوآباؤنا الأولون قل نعم وأنتم داخرون فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون পাকিস্তানের প্রতিযোগী সৈয়দ হাম্মাদুল হাসান শাহর চমৎকার তিলাওয়াত আমরা শুনছিলাম। প্রিয় দর্শক, এবারে আমরা শুনব বাংলাদেশের মাদারীপুরের একজন মেধাবী প্রতিযোগী, ছোট্ট প্রতিযোগী, মাত্র 8 বছর বয়সী আশরাফ আলীর তিলাওয়াত। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম بسم الله الرحمن الرحيم وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون وإذا أذقنا الناس رحمة
يشاطون أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون মাদারীপুরের ছোট্ট প্রতিযোগী আমার হৃদয়ের রাজকুমার আশরাফ আলীর তেলাওয়াতের মধ্য দিয়ে আমরা চলে এসেছি আজকের পর্বের একেবারে শেষ প্রান্তে পিএইচপি কোরআনের আলো প্রতিভার সন্ধানে 2024 থেকে বিদায় নিচ্ছি আগামী বছর আবারও আপনাদের সঙ্গে দেখা হবে সেই প্রত্যাশা রাখছি মহান রাব্বুল আলামিন আপনাদের সবাইকে ভালো রাখুন সুস্থ রাখুন ঈমান ও আমলের সঙ্গে রাখুন এই প্রত্যাশায় আমি শাহ ইফতেখার তারিক আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আপনাদের ঈদকে আনন্দময় করুক ঈদ মুবারক আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ এ পথে আমাদের আহ্বান জীবনকে করো মহিয়ান জ্বলে ওঠো কোরআনের মহিমায় বিশ্বে শান্তির আওয়াজ তোলো পিএইচপি কোরআনের আলো পিএইচপি কোরআনের আলো